كما أكد رئيس هيئة المواد النووية حامد ميرة أن مشروع الرمال السوداء يمثل نموذجا لتعظيم دور البحث العلمي في مصر، بحيث يصبح قادرا على تخليق كيانات صناعية ذات مردود اقتصادي، مشيرا أيضا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالعمل على تحقيق مبدأ تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وألا يقتصر العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن فحسب. لولا رؤية سيادتكم بعد توفيق الله عز وجل نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية، وتأكيد سيادتكم على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد أهم الدعائم الرئيسية للتنمية في مصر، ما كان لهذه المشروعات أن تخرج للنور، ولظلت دراسات الرمال السوداء حبيثة الأدراج، ولظلت حبات هذه الرمال تلاطمها الأمواج، كما كانت توجيهاتكم الدائمة فخامة الرئيس بالعمل على تحقيق مبدأ تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وألا يقتصر العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن وحسب، ولكن ناديتم سيادتكم بأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية، والتي أصبحت اليوم محوراً لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى جاهدة لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة.